بمناسبة شهر رمضان المعظم سطرنا برنامج مكثف مع تسخير كافة الإمكانيات لضمان الوفرة في المنتوج. كاين برنامج خاص وتكثيف في العمل وتقريبا نخدموه في 24 ساعة على 24 ساعة والحمد لله. هناك 28 مطحنة متواجدة على مستوى ولاية المسيلة، وهناك بالنسبة لاغروديا ثاني هناك مطحنة على مستوى بلدية مسيلة وبلدية بوسعدة سيدي عيسى، وهذه المطاحن يعني كانت لها يعني ساهمت بدور كبير هي الأخرى، سواء يعني في مادة الدقيق أو في مادة الفارينة، اللي كان هناك يعني وفرة نقولها بكل صراحة وفرة كبيرة على مستوى السوق السوق المحلي بولاية المسيلة، وكان هناك مم تموين خارج ولاية المسيلة.